سؤالي لحضرتك. اتفضل. ليه سمعه الصندوق الاجتماعي وحشه بين الشباب؟ ان الصندوق الاجتماعي بيحبس. الصندوق الاجتماعي حبس نص شباب البلد اللي خدوا قروض او خدوا تمويلات بغرض اقامه وانشاء مشاريع صغيره او مشاريع متوسطه. اذا كانت هذه هي الصوره الذهنيه عند الصندوق الاجتماعي، فاحنا منتظرين ان الصندوق الاجتماعي ممكن يضيفه او يعمله. تمام. انا واحد من الشباب اخاف اخد فلوس من الصندوق الاجتماعي او تمويل عن طريق الصندوق الاجتماعي لحسن اتحبس. طيب بص حضرتك، انت العميل، احنا الفلوس بتاعت الصندوق الاجتماعي دي بتبقى عباره عن قروض، الصندوق بياخدها قروض، انا بعيد تشغيلها للشباب وفتح مشروعات وان انا افتح مصانع ويشتغل تجاري، يشتغل خدمي، الحاجات دي. لما بيجي العميل ما بيسددش لظروف خارجه عن ارادته، انا ببقى واقف معاه. عمر ما في عميل لظروف خارجه عن ارادته وحصلت له مشكله والصندوق ما وقفش جنبه، الا اذا بيبقى شغال والمصنع شغال وفاتح وبيبيع ومش عايز يسدد، اعمل معاه ايه؟ قول لي انت، انا عايز اجابه منك انت. لا، لو الوضع كده فعلا طبعا يتحبس. بس كده خلاص، هو ده. لما بنيجي ناخد الاجراء ده بيقوم هو اول حاجه عاملها يقول لك لا اصل انتوا عملتوا وسويتوا، هو ده اللي بيطلع كده. انت معايا؟ هات لي عميل واحد يكون حصل ظروف خارجه عن ارادته والصندوق الاجتماعي للتنميه بكل ال 31 مكتب ما وقفش معاه.